أهلا وسهلا. طيب يسألك سؤال، أنت عايز تدريس فعال؟ أه عايز تدريس فعال. طيب هو في شروط للتدريس الفعال؟ أيوه في شروط للتدريس الفعال. إيه هي شروط التدريس الفعال يا سيدي؟ تدريس فعال بلا هدف لا حديث عنه، يبقى يرتبط ارتباط أساسي بالهدف المطروح. ما تيجي تدرس في هدف، روح للهدف. 2، الطالب فيه سلبي ولا إيجابي؟ إيجابي طول الموقف التعليمي. إدارة الصف فيه إدارة فاعلة ترتبط بالمواقف التدريسية، وأنماط الإدارة معروفة، النمط الحر، النمط الديمقراطي، النمط اللي فيه اتخاذ القرار، التحكم حسب الموقف، أنا بختار النمط بتاعي. من شروط التدريس الفعال إن الطالب يبقى عنده قدرة إنه ينقد ويحلل ويركب ويستنتج، وده هيرتبط باستراتيجية التدريس المستخدمة. يبقى ما تقوليش أنا هستخدم اختبارات كذا في التابلت من غير ما الولد أصلا يخضع لطرق تدريس تتسم مع طبيعة الاختبار. ما تقوليش إنك هتجيب اختبارات موضوعية قايمة على الاختيار، وفي نفس الوقت لا علاقة لها بمهارات التفكير ولا بالقدرة على النقد ولا القدرة على التحليل ولا القدرة على التركيب، وتقول لي ده أنا عملت اختبار زي الفل. لا، كل ده كلام تضحك بيه على حد مش فاهم مش واعي. إنما التقويم في أحد تعريفاته قياس ما تم تحقيقه من أهداف. يبقى أهدافك كانت إيه؟ القدرة على النقد، يبقى السؤال كيف أنقد؟ يصبح المتعلم قادرا على أن يحلل، يبقى القدرة على التحليل حلل. يطبق، يبقى يطبق. يذكر، يبقى يذكر. حسب مستويات المعرفية، حسب المستويات الإدراكية. يصمم، يبقى الولد لازم يصمم ويؤدي هذا الأمر بشكل عملي، مش كده ولا إيه؟ يبقى لابد أن يكون المتعلم قادرا على النقد، التحليل، التركيب، التقويم إلى آخره من المستويات المختلفة. من شروط التدريس الفعال، وركزوا كويس جدا وانتوا حضراتكم المفروض تقولوا لي هذه الشروط، انها ان التدريس يثير دافعية المتعلم ويبقى في نوع من التشويق والانتباه عند المتعلمين. امال ايه؟ فانا لازم هذه الاشياء كلها تبقى موجودة بوضوح عندي. يبقى يكون الطالب في موقف المشارك في العملية التعليمية ولا يكون في موقف المتلقي، يقول رأيه بوضاحة وصروح ووضوح، يعني يتحدث عن رأيه بوضوح وصراحة، هذا أمر مهم. الغاية أيضا والهدف إن أنا أنمي عند المتعلم، الولد الصغير في الروضة ده بشتغل على شخصيته وأشكل وجدانه وفكره وأنمي الشخصية المتكاملة عقليا واجتماعيا وحسيا وحركيا. عندي مهارات الحركة، عندي مهارات ترتبط بالجانب الإدراكي، عندي مهارات ترتبط بالجانب، أشياء ترتبط بالجانب الوجداني، وده بيسموه التقويم الشامل اللي بينفذ في دول بنتحدث عن تميزها وتفوقها في العملية التعليمية زي فنلندا وغيرها من الدول الأخرى، في أمريكا وفي سنغافورة وغيرها، بيشتغلوا على كده، اشتغلوا على شخصية المتعلم. انت عندك شغال على ايه ان شاء الله؟ الواد حفظ ايه؟ وايه اللي حفظه وبناء على حفظك تبدأ تسأله؟ لا، احنا عايزين الشخصية بشكل متكامل، وده يجي من كتر الأنشطة مع الأبناء. من شروط التدريس الفعال أحبائي الكرام أن يكون مناسب للمستوى العقلي والتحصيلي للأبناء، ما يبقاش أعلى قوي من مستوياتهم ولا أقل من مستوى، متناسب مع طبيعة المرحلة. وهذا أمر في غاية الأهمية، يجب أن يكون موجود ضمن شروط التدريس الفعال الذي نريده. المداخلة دي بس مهمة جدا لأنها بتؤمن على مفهوم التدريس الفعال وعلى المطلوب مننا. أتمنى إن احنا نكون استوعبناها، ومسأل حضراتكم هذا السؤال على طول، نعمل قدح ذهني ونبدأ نثير تفكيرنا، إيه اللي أنت عايزه عشان تحقق تدريس فعال جيد؟ عايز معلم منتبه لديه قدرة على التخطيط والتنفيذ والتقويم، ده فيما يخص المعلم،
يمتلك مهارات مهنية وأكاديمية وغيرها وتقويمية، إنما المتعلم مشارك فعال، لديه حافزية، لديه الرغبة، لديه القدرة على النقد، على التحليل، لديه القدرة على المبادرة. أراعي عقله وأراعي فكره، هدفي في النهاية إن أنا أطلع شخصية متكاملة على المستوى الحسي، على المستوى العقلي، على المستوى الأدائي، على المستوى الفكري، على المستوى الوجداني. وده اللي احنا عايزينه، مش كده ولا إيه؟ يلا نلتقي على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.